تاني؟ ايه في ايه؟ انت بترش عليا ليه؟ ده انت اللي عندك كورونا. عايز ايه؟ انا غلطان اللي جاي اطمن عليكي بعد ما جاتلك الجايحه. والله على ماما. والله مش على ماما، على بابا الصراحه. طب انجز وقول عايز ايه. بص يا بنت الحلال، انا جاي اقول لك تعيدي نظر يعني في جوازك من فارس، خصوصا ان هو عايز يتجوزك عشان خاطر ميراث جده. ميراث جده؟ لا مش ميراث جده، ميراث جده. بص هو انا عارفه ان انت جاي تبوظ الجوازه دي، حاجه انا متاكده منها جدا. انا انت؟ بس انا بقى اللي انا عايز اتاكد منه ايه موضوع ميراث جده ده. ما اعرفش بقى، اسالي فارس بقى. انا بس انا ما قلتلكيش حاجه. ها ما قلتلكيش حاجه. يلا اتكل على الله، خش جوه خش جوه عشان الكورونا ممكن تنتشر. خش جوه خش جوه خش جوه يا ساتر. شبه الكورونا. ادي حكايتي يا ستي، من بعد ما رجعت من السفر ومات جدي وكتب لي الوصيه المشؤومه عشان يجوزني بالعافيه. الله يرحمه أنديل كان دايماً يقول لي هو أنا خلفت غير فوفة حبيبي. الله يرحمه كان طيب، الله يرحمه ويديله الصحة يا رب يا رب. وكان دايماً يقول لي هو اللي حيجلطني فوفة والله وحيشليني، منكد علي عيشتي. وانت ايه؟ مفيش فايدة فيكي؟ مصعبتش عليكي بعد كل اللي حكيتهولك؟ تصعب عليا ليه؟ ما انت اللي عملت كده في نفسك. لو كنت اتجوزت لوحدك ما كانش هو كتب الوصية دي عشان يخليك تتجوز غصب عنه. ما هو مش بمزاجي غصب عنه. بعد كارما ما ينفعش اعمل اي حاجه. مين كارما؟ كارما دي كانت حبيبتي، كنت بحبها وعايز اتجوزها يعني. كانت غنيه جدا، اغنى مني بكتير. ابوها ما رضاش يجوزها لي، بس هي بصراحه ما حاربتش عشاني. تبقى ما تستهلكش. يلا والله حصل حصل بقى. اديني سافرت عشان انساها. ما عرفتش تنساها عشان كده ما عرفتش تتجوز. مشكله. طب وايه الحل؟ الحل الوحيد يا فوفا انك تحب بجد. احب؟ تحب ايه وامتى وازاي؟ دي الضرايب هتحجز عليها وهتسجن خلاص. وماله يا حبيبي؟ مين عارف مش انت تقابل بنت كويسه وتحبها بجد قبل ما تدخل السجن، فتتسجن كده وانت مبسوط وحالتك النفسيه مرتفعه وحلوه، وتقعد تحب فيها وترسم صورتها كده على الحيطان زي انور وجدي في امير الانتقام يا حبيبي. الله. هو حقيقي فعلا؟ أنا عايز الانتقام ده حبيبي. والله أنت يا فوفة طول عمرك حبيبي والله، وأنت صغن قد كده خش تدقلق عندي في البيت. أقعد ساكت يا فوفة. لا لا، عايز إيه يا فوفة؟ تطرطش لي مية في الصالة كلها، تغرق لي الحيطان كلها. يا سيد أنا كنت قد كده. وإيه ده؟ نظري نظري منين ده؟ نظري هات لي أكل. هتيجي نقوم أحسن. لا أنا عايز أكل. كنت أكل إيه؟ مش عايز اكل ولا عايز اشرب، مش عايز حاجه. يلا بينا نمشي. كان لسه ما اكلتش. كاك دي لا. لا ما انا مش حافظ غير كاك دي لا والله، حقك عليا. اهلا بيكي منوره. كاك دي لا يا فندم. خرشو يا عسل. خرشو يا فندم. تعالى هنا. حاضر فندم. حاضر. اخيرا مسكتك. لا 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 مش انا، ده امجد يا فندم. وايه اللي مش انا ده امجد؟ ما اعرفش حضرتك، قلت لي اخيرا مسكتك وانا مش عارف انا عملت ايه، فقلت اجيبها في امجد يعني. خالص. حاضر يا فندم. ركز معايا. ركز يا فندم. قول لي مين اللي في الصوره ده؟ دي؟ ايه ده؟ انت هتبص في اشعه. لا ما انا مش شايف من الشمس يا فندم. ده مين ده يا فندم؟ انت اللي تقول لي مين ده؟ يا فندم حضرتك موجود وانا هقول مين يا فندم؟ بلاش اختبارات، ما يصحش، عيب. معلش نبطل نعزم على بعض، مين اللي في الصوره ده؟ ما انا مش عارف يا فندم مين، اصل ده السحنه دي يعني اكيد ما كانتش نازله عندي في الاوتيل، اصل انا افتكر اي نزيل افتكره، انما ده لا. طب بص، هو مش نزيل، ممكن يكون زائر. فندم انا هفتكر كل الزوار، انا بيجي لي زائر الفجر، زائر بالليل، ما افتكرش الزوار انا. يعني انت تفتكر كل النزلاء بس الزوار لا. يا فندم النزيل هيدفع ازاي؟ هيمشي. صح معاك حق، انت توجع دماغك. يلا قدامي على البوكس. لا 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 افتكر يا فندم. ثانيه واحده، استنى يا فندم، استنى يا فندم، استنى. ايه؟ استنى 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 يا استاذ سعد الصغير، ما توترناش. ايوه ايوه. ايه؟ ايوه ايوه. اطلع من الكابينه وكلمني. ايوه. ها لقيت ايه؟ لا مش انت هتستعبط. لا انا قصدي مش هفتكر، بس افتكرت يا فندم ده اسمه سميع. سمع يا فندم. لا سمع. ايوه يا فندم. هو قال لك ان اسمه سمع. ايوه يا فندم، وقال لنا كمان ان هو رئيس شعبه الضرايب اللي جايه تحجز على الاوتيل. بالظبط يا فندم. يا ابن اللذينة. ايوه يا فندم. وسمع ده مش جاي لكم تاني؟ جاهز جدا يا فندم، هم اصلا وراهم غيرنا. هو زهدي. زهدي؟ مين زهدي ده؟ كائن عسليه يا فندم كده، تلاقيه يخرج لك من اي حته ما تعرفش هو بيعمل ايه في الاوتيل. ادهم في اي علامه مميزه؟ يا فندم، دي فجاه وقف كده قال لك يا رب صبحنا وربحنا وفين عبادك ما تفضحنا. او 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 افتكرته قدامي. خرشوه.
ده؟ مساء الخير. مساء النور. غريبة قوي ان انت جاي لحد هنا. ايه ده، انت مش خايف تتعدي ولا ايه؟ انا مش سامعك، الليل بتاع ده ملوش لازمه، خلاص النتيجه طلعت سلبيه. لا والله. اه طب الحمد لله. بس انا بوزيتيف. لا لا بهزر معاك، بهزر معاك. هو ده بقى اللي جمد قلبك وخلاك تيجي لحد هنا؟ طبعا، مش خبر حلو. لازم انا اللي بشارك بنفسي. والله انا كان نفسي تيجي تصبرني قبل ما تطلع المسحه الثانيه، يعني تيجي توسيني كده يعني. ما انت كنت معزوله. كان ممكن تكلمني في التليفون على فكره، ولا انت لو كلمتني في التليفون هتتعادي؟ اصل بصراحه التليفون كان فصل شحن، قعدت ادور على الشاحن، ادور على الشاحن ما لقيتوش، وبعدين خفت برضه في الاوتيل اللي يقولوا ان في حاله كورونا هنا، والدنيا اصلا متنيله فهتتنيل اكتر يعني. صح صح، عندك حق. طيب عايز حاجه تاني؟ اه طبعا. احنا مش هنتجوز بقى؟ يلا بينا نتجوز. ايه ده بجد، انت لسه عايز تتجوزني؟ على فكره انا عمري ما غيرت رايي. ايه اللي هيخليني اغير رايي يعني؟ معقوله انت قاسيه زي القمر؟ اصل انا اكتشفت بصراحه ان انت عايز تتجوزني بس علشان تاخد الميراث بتاع جدك. ميراث جدي؟ مين اللي في الاوتيل قال لك الكلام ده؟ لا والله انا مش هقول لك مين اللي قال لي في الاوتيل. انت يعني خايفه عليه يعني؟ ما تخافيش ما تخافيش، مش هضربه، انا عارف ان انا شخصيه قويه. لا والله انا مش خايفه على حاجه، انا خايفه على نفسي. بصراحه انا مش هقدر اتجوزك لاني انا اكتشفت ان انت عمرك ما حبيتني ولا هتحبني. انت بس عايز تتجوزني عشان تاخد الميراث بتاع جدك، وممكن تطلقني عادي بعد ما تاخد الميراث عادي جدا. فاكرة مستعد احلف؟ لا ولا تحلف لي ولا احلف لك، خلاص؟ طب عادي. الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل قفل 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 قفل. بتعملي ايه يا مجنونة؟ لا بقول لك ايه؟ انا زهقت يا اخويا من القعدة لوحدي فوق. الله يخرب بيتك، انت كده هتعدي الاوتيل كله. مش معنى انا يا اخويا اللي يجي لي كورونا. شوفي بقى انت عملتي ايه في حياتك عشان يجي لي كورونا. كده يا سعيد؟ اخس عليك يا سعيد. ده انا جاي اقول لك خبر حلو. كروانة نتيجة المسحة التانية بتاعتك طلعت نيجاتيف. يا لهوي يا نيجاتيف ليه؟ انا عملت ايه في حياتي يا رب؟ اهدي بس يا كروانة. استني بس يا كروانة. يا كروانة اهدي. يا كروانة اهدي. النيجاتيف يعني سلبية. اخس عليك يا سعيد، وكمان بتستني تقولي سلبية. يا نهار اسود. سلبية يا سعيد. حرام عليك. بس لك في حياتك يا سعيد. حرام عليك يا كروانة. حرام عليكي بقى. ألف مبروك يا كروانة. أنت كفيتي. وده يا سعيد. يا لهوي. أنا من كتر الخبر ده أنا بحبك قوي. بحبك. وأنا كمان بحبك. هعوضك عن كل أيام الشقة اللي أنت شفتيها. هطيرك فوق 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 السحاب. بحبك يا كروانة. بحبك. كروانة تتجوزيني؟ خابت بقى ولا ايه؟ في الاخر هتجوز بالمنت. اوعى يا عم كده. على فكره بقى انا كنت بختبرك، نتيجتك طلعت بوزيتيف، انت لسه عيانه يا كروانة. ماله البلمنت؟ ما هو بني ادم برضه لازم يحب ويتحب. في ايه يا ناس؟ هاتوا الفريده. اين انت؟ هاتوا السعاده. أين أنت؟ أيتها الأدهم، أين أنت؟ إيه ده، الصوت ده طالع منين؟ وداعاً فريدة، وداعاً سعادة. إيه ده؟ وداعاً يا دوبي. إيه ده؟ أه قفشته. هو أنت؟ أيوه أنا. ده أنا افتكرته حد من الجيست سايب الراديو بتاعه مفتوح. لا لا أنا يا زهر. أنت؟ أيوه. انت اللي عمال تقول لي عليا قساط وعايز ادفع الجمعيه انا ما قلتش عليا قساط وجمعيه. لا 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 زودي سيبني خالص. يا نهار اسود، دي باظت خالص. مالك يا ادهم، في ايه؟ فضفض لي يا ابني، في ايه؟ فريده. مالها فريده يا زودي؟ مش عاجبها العجب. حاولت اعمل لها كل حاجه. مفيش يا زودي، وهي مش عاجبها غير فارس بس اللي عاجبها. خلاص سيبها له. لا. حلال عليه. لا. حلال عليه. لا لا لا. حلال عليه. لا. افهم بس. افهم ايه؟ انت ترضى تتجوز فريدة وهي ما بتحبكش؟ ما انا عشان كده حاولت انتحر كتير، وكل المحاولات فشلت يا زهدي. واضح، بدليل انت لسه قاعد قدامي دلوقتي. ايوه صح. عملت ايه؟ عملت ايه؟ جبت باور بانك وقلت كهرب نفسي. قصدك تشحن نفسك بقى. ليه؟ هو في باور بانك بيكهرب يا ابني؟ ده كله على بعضه 12 فولت. ما انا عرفني وانا كهرباء يا زهدي. ومع ذلك ما يأستش. جبت حبل وربطته. ربطته فين؟ على وسطي. وقعدت ترقص بقى. ارقص ليه؟ انا عايز انتحر. يا ابني الحبل ده عشان تنتحر بيه لازم تكون ربطه في رقبتك. هتخنق يا زهد. ما هو ده المطلوب يا ابني عشان تنتحر. وانا هفضل واقف في الريسبشن طول اليوم بالكرافطه، وبالليل كمان هتخنق بحبل. يا زهدي دي فكره وحشه خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. انت مالش صوتك يا ابني؟ انت بتشرب ايه؟ تسكر؟ لا ده شاي اخضر. شاي اخضر؟ لا انت كده بتخسس يا ادهم، واضح ان هي باظت منك قوي قوي قوي.
انا عايزك بقى تهدى وتركز كده وتفكر في فكره جديده للانتحار. كريتو. ايوه انا فعلا عندي فكره كرييتيف ما وردتش على دماغ حد ولا حد فكر فيها وهنفذها. هعملها يا فريده، هعمل فكره كرييتيف يا فريده وهنتحر. هو فين؟ هو ايه؟ العصير اللي كان هنا. لا ما كانش فيه عصير هنا، ده كانت فاضيه. لا يا عم انا مش شارب بس مش قوي كده، كان فيه عصير هنا. خلاص يا سيدي شربت وبطلب لك حاجه ثانيه. اطلب حاجه ثانيه ايه؟ ده فكره كرييتيف. هو ايه؟ في سم. فين؟ العصير. انا شربته؟ انت كده شربت الكرييتيف. حلوه. لا وجديده. يعني انا ده التاسع. هو السم نفس مفعول الحمام؟ بعد اذنك هروح الحمام تكون انت اتطهرت. ها خد راحتك خالص. حياتها الفريد. انا مش زعلان على اسيا، كلمتين اللي قالتهم فوقوني فعلا. انا بجد ما كانش لازم اتجوز بالطريقه دي. صدق انت عندك حق، انا كنت غلطان، كنت عايز اجوزك باي شكل وخلاص. ايه ده؟ يبقى انت فوقت انت كمان. ايوه يا فارس، انسى موضوع الجواز ده خالص. بجد؟ خلاص يلا نبيع الاوتيل بقى. لا وانسى دي كمان، محدش هيشتري اوتيل خسران ومديون. طب وبعدين؟ انا ممكن اتحبس بالشيكات اللي عليا دي. يا سيدي السجن ده للرجاله، مش احسن ما تتجوز واحده ما بتحبهاش؟ سلام يا صاحبي. استنى بركوت، استنى يا غلاب، انا انت هتمشي بجد؟ انا اعمل ايه يعني؟ هاخد المأذون في ايديا وننزل القاهره، شوف مصالحنا بقى. ربنا عوضني بقى عن العموله اللي كنت هاخدها من جوازك. لا 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 غلاب غلاب ما تهزرش بقى، لا انا عندي اتسجن مع واحده ما بحبهاش احسن ما اتسجن في ابو زعبل. ايه ده؟ اخيرا فهمت؟ فقت؟ ما احنا قلنا من الاول. ايوه بس هتجوز مين؟ اسيا مشيت. يا سيدي اسيا مشيت، التانيه موجوده. قصدك مين؟ أروانة ولا كروانة بتاعتك دي؟ لا كروانة دي انتحار مش سجن خالص. أمال مين؟ تيتا نازلي. إيه؟ بس حتى اسمها يعني نازلي حاجة جميلة. مش قصدي على ده، قصدي على تيتا. لا بص ما تتنكش، ها؟ يعني اللي ما يعجبكش ما تاخدوش والحلو خده. نازلي. ناتالي. ده؟ ليسن. ذا لايف إز ذا وار. إيه؟ تمام؟ يعني انا النهارده محتاج لك، بكره هحتاج لك اكتر. وتشيمو انت هتعوزي مني ايه يا ناتالي؟ انا اقصى حاجه ممكن اقدمها لك كوكتيل. ماشي؟ نيت. بصي يعني اي فيل ذات يو حاسه بيا، صح؟ نيت دي برافو. طب من الاخر كده فروم ذا اند يعني اي نيد 15 جنيه. زاشتو ماشي 15. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ نزل ايدك يا سمبيشا، طلع ايدك. انت بتعمل ايه يا؟ والله ده انا بشوفها اذا كانت عايزه درينك فود. بتنصب على السياح؟ نصب عليك ولا لا؟ ده إيه؟ انت فاهمه كله؟ قالت لك ده، ركز معايا، جو من المنصوره وانا ابن ناس وعايز 15 جنيه بطلوا هنا خالص. لا لا باذن حضرتك انا ما اسمح لكش، انا بشتغل هنا. تشتغل هنا ايه؟ منقذ؟ منقذ ايه؟ انا جغصون. هو مستر فارس عارف المخروبه دي بتعملوا فيها ايه؟ اكسكوزي موا، ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش الكلام ده ايه؟ يلا ادعي المطبخ. الوزن. فاك دولا. رشو. مين اللي ماسك اسم اول موسكو؟ ميليتسا. ميليتسا، ربنا يولي من يصلح. ميليتسا رابطت لوتشيتش مزيت مصر. لا انا خدت حقك، يعني ما تقوليش بقى انا اعمل ايه. مش هعمل مخدر، خليكي مخدر خير. ماسبي لوتش. لا ده اي كلام. بصي انا مش هتكلم معاكي.